يقول السائل: أتيت من أوروبا ولي أمتعة لم يسمحوا لي بإدخالها للمسجد، فوضعتها في الفندق وأنا مضطر للذهاب بعض المرات إلى الفندق، فهل هذا يجوز للمعتكف؟ نعم، يجوز للمعتكف أنه يخرج للحاجة التي لا بد منها، لكن مع السرعة ما يتأخر خارج المسجد، وإنما بقدر الحاجة ويرجع، لا بأس بذلك. نعم.